انور، قلت له يا كابتن حضرتك انت كاتب؟ قال لي لا لا مش ما كتبتش حاجه. قلت له خلاص، ما دي بدايه بقى ايه، انت عارف الاعلام ما بيحب يدخل في حاجه وعايز يعني في الوقت ده. فقال لي انت جاهز؟ قلت له طبعا يا كابتن انا جاهز. قال لي خلاص لو انت جاهز خلاص عايز تدخل معانا المباراه الجايه؟ قلت له طبعا اخش المباراه الجايه، انا مش جاي، انا جاي من بطوله عربيه وجاهز. ما هو انا بسال ليه كل ده وبلف وادور ليه؟ انا عايز اعرف التمرينه الاولى ليك، هل فاكرها؟ لا طبعا. في النادي الاهلي؟ اه طبعا. ده انا مخضوض. ما هو انا عايز اللي اعرف مش اللي حصل. اول مره بقى انت كده، انت كده طبعا بينهم زمايلك وكل حاجه، ولكن الجيل ده كان فيه مجموعه من انت الكبار. بتتكلم على كابتن شوبير، الكابتن حسام حسن، الكابتن علاء عبد الصادق، الكابتن كل دول بيلعبوا عرب. موجودين. كنت بتتفرج على ناس في التلفزيون. ايوه. فجاه بقى قدامي يعني بيلعب معاهم. دخلت من الباب على التمرين. على النجوم دي كلها موجوده. انت ايه اللي حصل بقى يا كابتن ياسر؟ كابتن انت محمد طبعا رمضان، ايمن شوقي، انت كان جواك رهبه. رهبه جدا. انا مش بحلم ولا ده خيال ولا انا اللي ولا بجد ولا ايه؟ والله. ما برضه خلي بالك انت ناقل من نقله لنقله، وفي الوقت ده كان صعب حد يتنقل من نادي النادي قليل خالص لما وبتنقل النادي الاهلي. يعني في السنه النادي الاهلي ممكن يجيب لاعب اثنين ثلاثه، يعني مش زي الوقت الموضوع. فجه الكابتن دخلت التمرين وكان بقى ايه؟ فاكرها اول تمرين. طبعا. تفتكر مين اول حد من المجموعه؟ تامر وهادي خشبه. لا دول زمايلك. لا بس هم ابو الاثنين قابلوني في النادي. بس دول زمايلك دول، يعني انا اقصد ان هم دول تعرفوا بعض من لعبت مع بعض في المنتخب وكده. لا قابلنا اول واحد، اول واحد بقى من الناس اللي يعني الكبار اللي في لا اول واحد قابلنا حنبله. حنبله دي اللي موقف معايا اصلا الله يرحمه. حنبله ده كان انت عارفه، قول لهم بقى، قول للناس بس اي حد يقول لك انت لو حنبله ماسك النادي لا ياخد بطوله اللي بتا... لا اللي قابلنا طبعا الكابتن شوبير. يعني الكابتن ايمن شوقي. الناس دي اللي هي كابتن محمد رمضان، كابتن علاء صادق، كلهم على فكره. وكابتن حمار صادق على فكره لحقته برضه في النادي الاهلي اخر موسم كان ليه والله. طبعا. ف كانت الاستقبال انت عارف برضه استقبال حلو بالنسبه لي. يعني منهم كلهم مش حاسس ان انا غريب، والناس مبسوطه ومبروك البطوله، كنا لسه واخدين البطوله العربيه في سوريا ومبروك وعملت نتائج كويسه ف في مواقف كتير. الرهبه اتزالت شويه. لا يعني بنسبه مثلا 2% 3%. اول ماتش رحت العب الاتحاد انا ما عملتش ماتش كويس. انا نفسي من جوايا انا قد كده في نادي المنصوره كتير 100 مره، بس مش مظبوط. كسبنا الاتحاد 2-0 اول ماتش ليا في الاتحاد في اسكندريه، بس برضه مش بس مش ادائي مش شكلي، بس الاعلام بتلعب ايه بقى يا كابتن؟ بلعب باك ليفت. باك ليفت. اوكي. بس انا مش ادائي، انا مش بس برضه المساعده بتاعت الاعلام ومساعده الجمهور الاهلي والناس فرحانه، فكانت دي البدايه. بدات كده مره في مره بقى بدات الحمد لله الدنيا تمشي. كان ليه طبعا خلاص بقى. فاللي فرق معاك برضو اول تمرين ان كبار الفرقه قابلوني قبلها مش طبيعيه، شالوا الرهبه. طبعا مش طبيعيه ورحبوا بيا، وكابتن انور سلامه امانه وكابتن صلاح حسني رحبوا بيا. وكان موجود في الوقت ده كابتن طارق سليم، هو كان مدير الكوره. وبرضه انت بتتكلم في جيل كان جيل قوي يعني. فدي من الحاجات، بس من الحاجات بقى اللي في من الحاجات اللي فيها مداعبات بقى. احنا كان زمان مش الوقت الخبر ممكن يتنقل قبل ما انت تنزل الملعب. ايوه. اي حاجه ممكن تنقل. فكان زمان كان كابتن انور سلامه لما يجي يقول حاجه، احنا كان في ماتش اهلي والزمالك هيتاجل، وكنا مش عارف كان سببه ايه كده، بس كان في مشكله بين في اتحاد الكوره. ايوه. فقال لك هيتاجل. فلما جه قال لك هيتاجل، فقال لك احنا هقول لكم على خبر، بس لو سمحتوا الكابتن انور، بس لو سمحتوا بكره الخبر ده ينزل، مش عايزين حد يعرفه النهارده. يعرفه النهارده. خدنا نص الملعب كده، انت في زمان عارف ياخد اللعبه نص كده. الملعب. فروحت نص الملعب، قال يا جماعه في خبر بكره هيحصل كذا كذا كذا، بس ارجو بلاش لعدم النشر، يعني انا بقول لكم بس لغايه ما نشوف بكره. الصبح الكابتن انور سلامه بيبص لقى الخبر موجود. قام جماعه نص الملعب تاني عايز اعرف الخبر مين اللي قاله يا جماعه، احنا لسه اتحاد الكره ما طلعش قرار. فاهم ان شوقي ده دمه خفيف قوي، كابتن ايمن دمه خفيف قوي. قال له بقول لك يا كابتن أورا، هو بيحبه جدا كمان، انت ما عصرتوش من اخف دم؟ لا انا عصرته بس في الاولمبي. ايوه في الاولمبي. انت يبقى شفت حاجه بسيطه. شفت حاجه كده بسيطه يعني. فقال له يا كابتن انت قريت الخبر فين؟ بيتكلم وقافل. قال له يا ايمن انا قريت في الاهرام. قال له يا كابتن الاهرام تابع شوبير، لكن الجمهوريه دي تابع. قال له الاهرام دي تابع شوبير. الجمهوريه مش تبعي. مش تبعي. قالوا طيارته فين؟ قالوا في الاهرام. قالوا الاهرام ده تبع شوبير، لكن انا تبع الجمهوريه. يعني الخبر فكان عسل. فضحك وقضى الموقف. لا لا بص.